صباحا مع فتح باب التصويت من خلال متابعيها في 14 محافظة. وقد أكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وبدأت اللجان عملها في تمام الساعة 9 صباحا دون رصد مخالفات انتخابية تذكر، وتسير العملية الانتخابية بشكل هادئ ومنتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وقام المتابعون بالمرور على مجموعة من اللجان الفرعية بمختلف المحافظات للتأكد من سلامة سير العملية الانتخابية، ونعرض الأمثلة الآتية لمجموعة من اللجان الفرعية. 1. محافظة الفيوم، دائرة إدسا، مدرسة إدسا بنين، رقم اللجنة الفرعية 104. تم فتح اللجنة في موعدها، ويدي الناخب بصوته خلف ساتر قانوني للتصويت السري، ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية داخل اللجان، ولا توجد مخالفات انتخابية أو دعاية انتخابية خارج اللجان أو داخلها. Gracias.